تعرض مشجع لفريق واتزم لحادث وصف بالخطير يومه الأحد بعدما صدمه أحد المتهورين بدراجة نارية ولاد بالفرار على هامش مباراة الرجاء الرياضي وفريق سريع واتزم برسم مؤجل الدورة السابعة لبطولة المحترفين التي أقيمت بالملعب البلدي بواتزم. وفق شهود عيان نقل الضحية الذي صدم بالقرب من المحطة الطرقية لواتزم للاستشفاء في حالة خطيرة بعدما تدخلت الوقاية المدنية وحملت المصاب، فيما فتح الأمن تحقيقا في النازلة لمعرفة من تسبب في الحادث. يشار إلى أن مباراة الرجاء الرياضي وسريع واتزم انتهت بالبياض بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك في لقاء غلب عليه الدفاع وسط الميدان بأداء باهت للفريقين بسبب العقم الهجومي.